Ploccari, lanciato in profondità, Klose, la respinta e l'1-0 di Klose, 1-0 Lazio, Miro Klose. يا سلام عليك، هدف من أجمل الأهداف، نقارع الختام ويأتي في لحظات الحاضر أمامنا في الصورة اللاعب المتألق أندرسون هيرنانديز ليدون هدف من أحد أجمل الأهداف الخالدة في ذكرى هذا اللاعب وفي ذكرى هذا الملعب، يحتضن هدف من أجمل الأهداف التي تأتي أمامنا، تسديدة رائعة. شوف الكرة الماضية تعانق الشباك وحارس المرمى ديان مالك إلا تتفرج عليها. شوف كرة طالعة وين؟ للطابق العاشر والنازلة باللف بالاسانسير وين؟ إلى الشباك مباشرة. هدف يأتي بصورة ممتازة عن طريق اللاعب، تقدم يأتي للأمام، كرة ملعوبة وانطلاقة بيرسلاف كلوزا، السلام عليك يا السلام عليك، يدون الهدف الثالث، انتفاضة بل أزير فريق لاتسيو في الأولمبيكو ويدون ميرسلاف كلوزا الهدف الثالث لفريقه والثاني له، يزأر فريق لاتسيو بل يصرخ بثلاثية قاسية ويضرب في شوط أول بثلاثية قاسية على فريق بولونيا، فريق سيطر على المباراة بل تكتسي اللون السماوي لفريق لاتسيو أداء ونتيجة، إقناعا وإمتاعا حتى الآن من جانب فريق لاتسيو، ثلاثية وكل هدف يعني فيه جماليته الخاصة فيه ولوحة فنية خاصة فيه، الأول كانت ثنائية بثنائي في الأمام، السلام يأتي أمامنا من أحد الأسماء الرائعة حتى الآن والمتألق في المباراة، ما يتقدم للأمام يلعب على عبد الله كونوكو، العرضية والرباعية وهاتريك والثلاثية للألماني، ألماني يستلب توهج البايرن دورتموند ولعبات قادمة بوندسليغا هنا في الكالتشيو الإيطالية، الألمان في الآن في الملاعب الإيطالية على كلوزا تم الى القادم من الخلف والمتقدم للامام عبد الله كونوكو، لعب الكره العرضيه وميرسلاف كلوزا بالمرصاد يدون الهدف الرابع في شوط المباراه الاول، قاسيه موجعه على فريق بولونيا، انهيار دفاعي لفريق بولونيا وتوهج هجومي، محاوله في منتصف الملعب، كره ملعوبه في المنتصف والتقدم يأتي أمامنا، كرة العرضية والرأسية يا ميرسلاف كلوزا، عامل كل العجب في مباراة اليوم، إبداع وإمتاع حتى الإشباع يا ميرسلاف كلوزا في مباراة اليوم، رجل الأول للمباراة وعريس الأولمبيكو في مباراة اليوم، السوبر هاتريك، وكأن كلوزا ناوي في مباراة اليوم أن يصل لصدارة الهدافين وليس مجرد تدوين أرقام في هذه المباراة وحسب، كلوزا يضرب بقوة ويدون الهدف الخامس في المباراة والرابع لميرسلاف كلوزا، سوبر هاتريك، لاعب متعاقد مع الشباك، لاعب مولود بجانب الشباك، دوما ما يجاور الشباك، هو مؤلف وموالف على الشباك، يدون الهدف كرة عرضية بالمسطرة والقلم حاول التقدم أمامنا وانطلاقة، تأتي الكرة هنا محاولة ملعوبة، وين كلوسا؟ ميرسلاف كلوسا، كرة داخل منطقة الجزاء، يا الله! كلوسا عامل كل العجب اليوم، عامل كل العجب في مباراة اليوم، ميرسلاف كلوسا يحاول أن يضع موسوعة خاصة به في مباراة واحدة، موسوعة كلوسا للأرقام القياسية، موسوعة كلوسا للأرقام القياسية بل للخماسية، قاسية من كلوزا، يضرب بقوة في مباراة اليوم، متوهج وأبصم بالعجر، هي أحد أجمل المباريات في تاريخ هذا اللاعب التي لن تنسى، وين؟ في ملعب الأولمبيكو ومع من؟ مع الكبير لاتسيو، يدون الخماسية ميرسلاف كلوزا، ويا جماعة هو يحذر ديناتيلي،
يحذر ديناتيلي، الأولى حذر الشعراوي وجيرمان دينيس وفاتهم، بعد ذلك قال له أوسفالدو روما تعال الآن، وكان يوجه رسالة إلى ديناتيلي يقول له أنت برضو يا ديناتيلي ودينيزي.